طلبت إيران كل معايير الردود العسكرية بعد الرد الذي شنته على إسرائيل بشكل مباشر ليلة أمس، والتي استخدمت فيه أنواعاً مختلفة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والكروز، ما رفع الستار عن حقبة جديدة من الحروب في المنطقة. هذا الرد المركب بالمعنى العسكري استخدمت فيه إيران ترسانة صاروخية مهمة، أبرزها مسيرة شاهد 129، وهي طائرة استطلاع وهجوم طولها 8 أمتار ويصل مدى طيرانها إلى 24 ساعة، ويمكنها قطع مسافة 1700 كيلومتر، ولديها القدرة على حمل 4 صواريخ ذكية من طراز سديد 345، تستخدم كطائرات انقضاضية وطول جناحيها 16 متراً. مسيرة شاهد 136، وهي من طراز كاميكازي ووزنها 200 كيلوغرام وسرعتها القصوى تبلغ 185 كيلومترا في الساعة، كما يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، ويمكنها التحليق 10 ساعات متواصلة، وهي قادرة على حمل 50 كيلوغراما من المتفجرات وخمسة مسيرات انتحارية. مسيرة شاهد 149، وتسمى غزة، وهي قادرة على التحليق لأكثر من 35 ساعة، طولها 10 أمتار وتبلغ سرعتها 350 كيلومترا في الساعة، وهي قادرة على حمل 500 كيلوغرام من المتفجرات، وهي أول مسيرة إيرانية مزودة بمحرك توربو مروحي. مسيرة مهاجر 10، وهي قادرة على التحليق على ارتفاع 7000 متر ويصل مداها إلى 2000 كيلومتر، يمكنها التحليق ل 24 ساعة متواصلة، تحمل 300 كيلوغرام من المتفجرات وتبلغ سرعتها 210 كيلومترات في الساعة، وهي مجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية. مسيرة كمان 22، وتشبه الطائرة الأمريكية MQ-9 ريبر، ويمكنها حمل 300 كيلوغرام من المتفجرات وتحلق أكثر من 24 ساعة، يصل مداها إلى 3000 كيلومتر. واستخدمت إيران أيضاً صواريخ باليستية وكروز، فصواريخ الكروز كانت من نوع هويزا، وهي أبرز صواريخ كروز الإيرانية لأنها محلية الصنع، يصل مداها إلى أكثر من 1350 كيلومتر وتستخدم ضد الأهداف الثابتة. دخلت الخدمة عام 2019 وتملك القدرة على التخفي من بعض الرادارات وضرب الأهداف بدقة عالية وقوة تدريبية كبيرة. أما الصواريخ الباليستية فكانت تضم صاروخ سجيل يصل مداه إلى 2500 كيلومتر ويزن قرابة 23 طناً برأس حربي يزن قرابة 650 كيلوغراماً، وثلاثة أنواع من صاروخ قدر H و F و S، وبمقدور هذا الصاروخ ضرب أهداف على بعد 2000 كيلومتر بدقة عالية ويبلغ وزنه 17 طناً وله رأس حربي يزن 640 كيلوغراماً.